نظم اتحاد ذيقان الفرعي للشطرنج وبالتنسيق مع اتحاد اللعبة المركزي بطولة تأور الدولية للشطرنج الخاطف بمشاركة 50 لاعبا مثلوا محافظات ميسان، البصرة، المثنى، الديوانية وذيقار. البطولة ضمن النظام السويسري 9 جولات بوقت 3 دقائق مع إضافة ثانيتين لكل نقلة منجزة. البطولة طبعا هدفها الأول هو دعم السياحة لمدينة أور الأثرية عن طريق الرياضة والاتحاد الدولي للشطرنج. بطولة أور الدولية تعتبر من أهم نشاطات اتحاد فرع في محافظة ذيقار، وطبعا أيضا من نشاطات اتحاد المركزي. بطولة أور الدولية طبعا أكثر من 25 عام طبعا تقام هذه البطولة وتشارك بها أكثر من 50 أو 60 لاعب. وتهدف البطولة إلى خلق فرص للاحتكاك بين لاعبي المحافظات لتطوير مهاراتهم. البطولة صراحة جميلة من ناحية الأجواء وناحية التنظيم والاستضافة من اتحاد الفرعي للشطرنج ذيقار. هاي البطولات تطور اللاعب، أنه من كثر ما يلعب ويتمارس لاحظ طوره، والتصنيف كل ما يفوز انه يسعى تصنيفه، يسعى تصنيف دولي، انه يطلع بالبرابط مال الدوله انه ناشرينه يطلع تصنيفك عالمي. لم يسبق لي ان اشارك في بطولات دوليه سابقه، فتعتبر تجربه جيده وممتازه صراحه بالنسبه لي يعني كشخصيا وبالنسبه لكل اللاعبين الجدد اللي شاركوا في هذه البطوله لاول مره. وجاءت النتائج النهائيه للبطوله على النحو التالي، إذ حصد اتحاد ذيقار الفرعي المراكز الثلاث الأولى بفوز جبار ناصر، يليه قتيبة صادق، ثم أحسين محسن. من الناصري أحمد يونس، العراقية الرياضية.